to take me away from home. Show me all the places I've never known, and we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من أنا صغير كنت أتمنى أني أقدر أخذ البلايستيشن أو الكمبيوتر معي حتى إذا طلعت لطلعة مملة أتسلى فيهم، لكن للأسف لحتى تقدر تشغل مثل هالأشياء برا أنت بحاجة لتلفزيون وبحاجة لكهرباء. لكن الأمور تغيرت بشكل كبير، وبفضل لابتوبات مثل GS73VR Stealth Pro من MSI أنت حاليا تقدر تحصل على لابتوب وزنه خفيف وأداؤه رائع، وممكن تحصل على تجربة ألعاب رائعة في أي مكان ممكن تروح. خلونا نشوف أداء اللابتوب في الألعاب وفي تعديل الفيديوهات، ليش ممكن تستبدله بالديسكتوب. خلونا نتكلم أول شيء عن مواصفات هاللابتوب. اللابتوب يحتوي على معالج كور i7-6700HQ واللي تبدأ سرعته من 2.6 GHz توصل لحتى 3.5 GHz، ويحتوي على قطعتين 8GB RAM DDR4 بسرعة 2400MHz يعني 16GB، وممكن زيادتهم طبعا ل 32GB RAM. بالنسبة للستورج فهو يحتوي على SSD وعلى هارد ديسك. بالنسبة للSSD فهو من نوع PCIe 3 وسعته 256GB، وبالنسبة للهارد ديسك فهو من نوع Seagate وسعته 2TB وبسرعة 5400 RPM. أما بالنسبة لكرت الشاشة فهو من نوع NVIDIA GTX 1060 ويحتوي على GDDR5 RAM بسعة 6GB. تابعوا الفيديو للآخر لحتى نشوف أداء هاللابتوب في البنش ماركس. شاشة اللابتوب حجمها 17 إنش، ممكن تجي بتردد 60Hz أو 120Hz مثل اللابتوب اللي عنا هون. سرعة استجابتها هي 5ms اللي خليها سريعة وجيدة جدا للكومبتيتيف جيمينج. الشاشة ممكن تطويرها لتكون تدعم تقنية الـ IPS أو الـ sRGB لمحترفي الفوتوشوب. فوق الشاشة في عنا كاميرا 720p مع المايك مناسبة لمحادثة الفيديو، لكنها مو الأفضل. اللابتوب يحتوي على كيبورد RGB وفوق الكيبورد في السبيكر. أما بالنسبة للوصلات فمن اليمين في عنا وصلة كهرباء، وصلة ميني ديسبلاي بورت، وصلة HDMI لتوصل عليهم شاشات، وفي عنا وصلة USB Type-C تدعم Thunderbolt 3 السريع واللي هو يدعم نقل بيانات عالية وبنفس الوقت كهرباء عالي. طبعا الوصلة ممكن استخدامها لتوصيل عدة شاشات 4K وحتى توصيل الكهرباء إلها بنفس الوقت. في الآخر في عنا وصلة USB 2 عادية. أما على اليسار ففي عنا وصلة مايكروفون، وصلة سماعات تدعم تقنية Nahimic 2 واللي هي تقنية صوت ثلاثية الأبعاد. في عنا 3 وصلات USB 3، وصلة SD كارد، وصلة إيثرنت من شركة كيلر واللي هي مشهورة بتصنيع نتوركينج للألعاب.
وفي الآخر في عنا قفل الكنسينغتون. أما البطارية فساعتها 65 واط أور والشاحن يقدم 180 واط من الطاقة. خلونا نبدأ بمعاينة الجهاز. أول شيء عجبني لما شفت الجهاز هو تصميمه النحيف جدا والأطراف الانسيابية على السطح الخلفي من الجهاز. وعجبني أيضا أنه جسمه مبني من معدن مصقول وتحس أنه فعلا قوي يتحمل الاستخدام الثقيل. وتلاحظ أنه في كل مكان في الجهاز في فتحات تهوية التبريد، هذا غير أنه وزنه 2.43 كيلوغرام وسماكته 19.6 مليمتر. ولما تفتح الجهاز بتلاحظ الشاشة الكبيرة وتصميم الكيبورد الرائع وصيغة الأحرف المميزة، وبتلاحظ الخطوط الإنسيابية على أطراف الكيبورد والتراكباد ذو الحجم الكبير والمحاط باللون الأحمر. ولما شغلت الجهاز انبهرت بألوان الشاشة العميقة وقدرتها على عرض الصورة بشكل واضح حتى لو نظرت إليها من أي زاوية. الشاشة اللي عندنا هون ترددها 120 هرتز، وهذا بيخليها قادرة على عرض الجرافيكس بصورة انسيابية جدا ومناسبة جدا للاعبين الكومبيتيتيف. ولما جربت احني الشاشة وجدت انها مقاومة جدا للانحناء وافضل بكتير من لابتوبات اخرى. خلال استخدامي للكيبورد وجدت الكبسات بابعاد مناسبة جدا والمسافات بينها جيدة جدا، والضغطة مايلة للربر عن الميكانيكال، لكن عمق الضغطة هو 1.9 مليمتر واللي بعتبره مناسب كتير لشخص مثلي بيلعب وبنفس الوقت بحب الطباعة السريعة. والكيبورد فيه أضواء RGB ممكن تعدلها على كيفك من برنامج دراكون سنتر، وأحرف الكيبورد طبعا شفافة لحتى تظهر الألوان المميزة. أما بالنسبة للتراكباد فهي واسعة كفاية وسهلة الاستخدام وممكن استخدام أكثر من لمسة واحدة بنفس الوقت. وبالنسبة للمساحة اللي تحت الكيبورد فالضغط عليها ولد انحناء بسيط جدا، وهذا بدل على قوة تصميم اللابتوب. طبعا هذا الشيء أفضل بكثير من اللابتوبات الباقية خاصة المصنوعة من البلاستيك. جميع لابتوبات MSI بتجي مع ماوس من نوع ستيل سيريز قوية جدا للجيمينج، وصراحة أداء الماوس وتصميمها رائع ومو ممكن تشتكي منه. لكن لما حاولت استخدم الماوس مع الكيبورد اللي في اللابتوب عانيت من مشكلة انه الوصلات على اليمين قريبة جدا من مكان الماوس وصارت تجي في طريق الماوس لما العب. طبعا السبب اللي خلى الوصلات على اليمين تكون قريبة جدا من الماوس هو انه MSI خصصت الجزء الامامي من اللابتوب كله للتبريد. بالنسبة لدرجات الحرارة فخلال لعبة باتل فيلد وصلت درجة حرارة كرت الشاشة ل 84 درجة مئوية، اما المعالج وصلت حرارته ل 90 درجة مئوية. طبعا الحرارة خلال استخدامي للكيبورد ما كانت محسوسة، لكن تحت الجهاز كان في حرارة عالية جدا، لذلك بنصحك ما تستخدم الجهاز على قماش لأن القماش بشكل عائق في توزيع الهواء، خاصة أنه الجهاز بحاجة لتبريد مستمر خلال استخدامه في الألعاب. أما بالنسبة لصوت الجهاز خلال الضغط فكان صوت المراوح عالي جدا وأقرب لصوت الطيارة، لذلك بنصحك تستخدم السماعات لما بدك تلعب على الجهاز. أما صوت السبيكرات فكان عالي حتى أن تغلبت على صوت المراوح المزعج. طبعا انا فتحت الجهاز من تحت لحتى القي نظرة على البايبات التبريد وعلى المراوح، وحبيت اشوف امكانية تبديل الهارد ديسك والرام. بالنسبة للهارد ديسك فيبدو انه تبديله سهل جدا ومالك بحاجة غير لانك تفك كيبلين لحتى تبدل الهارد ديسك. اما بالنسبة للرام فالوصول لهم اصعب، وعموما MSI ما بتنصحك انك تغير الرام او الهارد لحالك الا اذا كنت متأكد انه ما راح تحتاج مساعدتهم في المستقبل. طبعا هذا بعد علم انه في واحد من البراغي عليه ستيكر الورنتي، فاذا حبيت تغير الرام او الهارد ديسك راح تضطر انك تخسر الضمان. خلونا نتكلم عن البرامج المثبتة مسبقا على الجهاز. اول برنامج هو دراجون سنتر، وهو برنامج مفيد جدا لحتى تراقب حالة الجهاز، وايضا الجهاز بيسمح لك تغير اعدادات مثل كسر السرعة، سرعة المراوح واضواء RGB الموجودة على الكيبورد. وفي برنامج تاني هو ستيل سيريز، وهو برنامج مفيد جدا لحتى تغير اختصارات الالعاب في ليج اوف ليجندز مثلا وفي العاب اخرى اذا بتحتاج. لكن لحد الان ما فهمت ليش مصنعين اللابتوب مصرين انه يحطوا برامج ما لها فايدة ابدا مثل برنامج بيرن ريكفري وبرنامج ماجيكس وبرنامج نورتون انتي فيروس اللي هو اصلا نسخة تجريبية لمدة 90 يوم، يعني صراحة ما في فايدة منه ابدا، واللي راح يسويه انه يتقل الجهاز ويخليه بطيء. طبعا كل هالبرامج انا لو حابب اجربها كنت نزلتها من زمان، ولذلك حتى نورتون انتي فيروس عملت له انستول اول ما اخذت اللابتوب. خلينا نشوف اداء الجهاز في الالعاب وتعديل الفيديو. قبل ما اتكلم عن البنش ماركس فحبيت انوه انه اول تعني انه كل الاعدادات محطوطه على اعلى شيء، يعني حتى الانتي اليازينج والمالتي سامبلينج، واذا شفتوا FXAA معناتها انتي اليازينج محطوط على اوطى شيء. في العاب الكومبيتيتيف مثل CSGO فحصلنا على فريمات اعلى من 120 بكل سهوله، وهذا الشيء مناسب جدا للشاشه اللي عندنا. اما بالنسبة لأوفر واتش فيمكن تحتاج تنزل الاعدادات للهاي لحتى تقدر تحصل على 120 فريم بالثانية. اما في باقي الالعاب التقيلة فالجهاز اعطانا 60 فريم بالثانية بكل سهولة، وهذا الشيء بفضل قوة معالجه
وقوة الـ GTX 1060. الشيء اللي حابب أذكره أنه الألعاب لما شغلناها على DirectX 12 حصلنا على أداء أقل من DirectX 11، وهذا بسبب أنه انفيديا لحد الآن ما دعمت DirectX 12 بشكل كافي. ولما جربت أعدل الفيديوهات على اللابتوب فكان التعديل سهل جدا، وكان اللابتوب سريع، وكانت مدة الرندر للفيديو اللي شايفينه أمامكم 6 دقائق مقارنة بالعشر دقائق على جهازي الكور i5 واللي فيه R9290. وفي تجربة القراءة والكتابة التسلسلية ببرنامج كريستال ديسك فكان SSD من نوع PCIe3 صاروخ، وأعطانا قراءة 2200 ميجا بايت بالثانية وكتابة 1300 ميجا بايت بالثانية. بالنسبة لتجربتي البطارية فاللابتوب قدر يشتغل لمدة ساعة تقريبا بدون شاحن على لعبة باتلفيلد. الجهاز حاليا متوفر في فيرجن ميجا ستور وعلى عرض نزلوه من 8200 درهم ل 7300 درهم. ممكن تشتري نوعين من هذا الجهاز، واحد فيه شاشة 4K ولكن فيه 128 جيجا بايت SSD و 1 تيرا بايت هارد ديسك، والتاني مثل هذا اللابتوب فيه شاشة 1080p بتردد 120 هرتز ويحتوي على 256 جيجا بايت SSD و 2 تيرا بايت هارد ديسك. لكن انا ما بنصحك تشتري الجهاز اللي فيه شاشة 4K لانه GTX 1060 بتقدم اداء عالي جدا على 1080p لكن مو على 4K. اذا سألتوني هاللابتوب لمين فجوابي كالتالي: اذا كنت لاعب عادي او محترف، مصمم محترف في الفوتوشوب، افتر افكتس، بريميوم برو، او حتى مهندس بيشتغل على الكاد وبتتنقل كتير بين البلدان او بتتنقل باماكن كتير في شغلك، فبنصحك بهذا اللابتوب لانه راح يقدم لك اداء قوي جدا. فاللابتوب راح ينقل شغلك لمرحله اعلى ويخليك تخلصه بشكل اسرع شو ما كان نوعه. طبعا اكيد بناء جهاز بي سي ارخص وافضل، لكن انت مستحيل تنقل جهاز البي سي مثل ما ممكن تنقل هذا اللابتوب. الشيء اللي ببرر سعره هو انه تصميم جهاز بهالقدرات وبهالنحافه وبهالتبريد الرائع صعب جدا، وبحاجه الى ايام ومصاريف كثيره من الهندسه وعمل التصاميم الاوليه لحتى توصل للشكل الاخير لهذا الجهاز. هذا غير انك عم تحصل على SSD سريع جدا ومن النوع الغالي، وكرت شاشة قوي، ومعالج من اقوى المعالجات في اللابتوبات، ورام سريع وبنفس الوقت عالي، وانك عم تحصل على شاشة 17 انش بتردد 120 هرتز، كيبورد RGB، وسبيكر بتقنية صوت عالية، ومحول طاقة قوي وبطارية ادائها عالي، وهذا كله بجهاز تصميمه نحيف وبنفس الوقت قوي. في الاخر انا فيني اسمي هاللابتوب هو افضل لابتوب للمستهلك المحترف بفضل ادائه القوي ووزنه الخفيف وسعره المتوسط. اتمنى يكون عجبكم هالفيديو وشكرا على المتابعة، ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.